أمسية طيبة للجميع وجمعة مباركة خلال يوم الغد. دائما استمرار لسحب السفلى وكذلك الضباب مع نسبة رطوبة عالية على الواجهة الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب طيلة النهار حتى على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الشرقي. سحب السفلى ستنتشر، ستزداد كثافة خلال الأمسية، احتمال لبعض الأمطار المتفرقة إن شاء الله. زوابع رملية ستنشط على كل من الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. خلال ليلة اليوم إن شاء الله طقس بارد خاصة صبيحة الغد على الهضاب والمرتفعات، ننتظر درجة واحدة دون الصفر على نعامة البيض وسعيدة، درجة فوق الصفر على سطيف وباتنا، درجة الصفر على تيارت والجلفة، مقاييس ما بين 8 درجات لغاية 9 درجات على السواحل، تقريبا نفس المقياس على الصحراء الوسطى، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجة الحرارة القصوى تبقى في استقرار منخفضة خاصة على الهضاب، 13 درجة كأدنى مقياس على الجلفة بوسعادة حتى على المسيلة البيض نعامة سطيف كذلك، 16 درجة على العاصمة بومرداس وتيبازا، 18 درجة على ولاية غردية، 19 درجة على كومين بسكرة بشار وجانة، 28 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر قليل الاضطراب على كافة السواحل، رياح ضعيفة ضمن التيارات الشرقية أحيانا شمالية شرقية على الواجهة الغربية والوسطى، متغيرة الاتجاهات على السواحل الشرقية لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة، حتى الرؤية تتراوح ما بين 3 إلى غاية 5 أميال. غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:15. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.